بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هنبتدي ناخد الشابتر أو الأجزاء اللي بعد كده، بعد ما الدكتور محمد شرح يعني وخلص الجزء الأولاني معاكم، هنبتدي ناخد الجزء الثاني اللي هو بيتكلم على البلانت سيلز أند تيشو، أو بيتكلم على السيلز أند تيشو. طبعا احنا خدنا مع الدكتور محمد اللي هي الكونتنتس بتاعت السيلز، وخدنا جزء تاني احنا هنبتدي بالنسبة للتايب اوف سيل انتيشو. طبعا المفروض الجزء ده كنا شرحناه كتير قوي، بنشتغل على السبورة، لكن طبعا عشان الظروف اللي احنا فيها فهنضطر نشتغله على بالسلايدز زي ما احنا شايفين كده. بالنسبة للتيشو احنا بنتكلم على طبعا الخلية، احنا عرفنا الخلية وتركيب الخلية والجزء ده مع الدكتور محمد. هنا بنتكلم على التيشو اللي هو عبارة عن كلمة تيشو دي عبارة عن جروب من السيلز، يعني لو عندي مجموعة من الخلايا، مجموعة الخلايا دي بتكون لي حاجة اسمها نسيج تيشو. التيشو ده النسيج ده فيه طبعا عندي أنسجة مختلفة جوه النبات، الأنسجة دي بنصنفها أو بنسميها على أساس إنها بيبقى ليها مجموعة من الخلايا ليها نفس الأورجن، ليها نفس الاستراكشر، ليها نفس الفانكشن، يبقى ده مثلا نسيج مثلا اللي هو بنقول عليه البارينك ماسل، أو نسيج كولينك ماسل، أو نسيج للزايلم، أو نسيج للفلويم. كل نسيج او كل تيشو من هذه او كل نسيج من هذه الانسجه ليهم اوريجين واحد، ليهم استراكشر واحد، ليهم فانكشن واحد. الانسجه انا ممكن اقسمها الى حاجتين، ممكن اقسمها الى سمبل تيشو واقسمها الى كومبلكس تيشو، وده على حسب النمبر اوف سيلز تايب ذات ذي كومبرايز. يعني النسيج اللي عندي ده هل هو متكون من نوع واحد من الخلايا، كل الخلايا اللي فيه نوع واحد بس وبالتالي انا اقول عليه سمبل، ولا النسيج اللي عندي التيشو اللي عندي ده عباره عن اكتر من نوع من الخلايا، اكتر من تايب من الخلايا مشكل لي النسيج ده، وفي الحاله دي انا هقول عليه كومبلكس. يبقى تيشو يا اما سيمبل يا اما كومبلكس. السيمبل بقى كمان بنقول عليها ممكن تكون هوموجينس، ودي بتتكون من طبعا السيمبل اللي هي عباره عن هوموجينس بتتكون من نوع واحد من الخلايا، زي البارينكما قلنا، زي الكولينكما، زي السكلارينكما، دي تعتبر نسيج سيمبل. ليه سيمبل؟ يعني خلايا البارينكما هي عباره عن نوع واحد من الخلايا، الكولينكما هي نوع واحد من الخلايا، السكلارينكما وهكذا، فدي بقول عليها سيمبل تيشو. طب ايه هي بقى الكومبلكس تيشو اللي هي عباره عن اكتر من نوع من الخلايا؟ دي بنقول عليها طبعا هيتروجينس، يعني معناها مختلفه في اشكال الخلايا، او الخلايا اللي بتكون لي النسيج ده مختلفه، الانسجه الخلايا بتاعتها مختلفه عن بعضها، زي مثلا الزايلم. الزايلم ده يعتبر تيشو نسيج، لكن مش بيتكون من نوع واحد بس من الخلايا، لا، ده انا عندي حاجه اسمها زايلم فيزل، وعندي حاجه اسمها زايلم برينكما، وعندي حاجه اسمها فايبر، فاكتر من نوع من الخلايا بتشترك الانواع دي كلها مع بعض وبتكون لي الزايلم. بنفس الطريقه الفلويم، بنفس الطريقه الابيدرمس. يبقى وانا ماشيه كده وبتكلم على التيشوز بتاعت النبات، انسجه النبات، لازم ابقى عارفه النسيج اللي انا بتكلم عنه ده هل هو سيمبل ولا هو كومبلكس. The type of tissue present في higher plant can be classified into two main type. ممكن كمان أقسمها لحاجة تانية، ممكن أقسم الأنسجة دي لحاجة تانية، أقسمها لميريستماتيك، ميريستماتيك تيشو أو بنقول على embryonic tissue، والنوع التاني بنقول عليه الأدلت أو بنقول عليه الماتيور تيشو. According to function, tissue may also be classified into protective. ده على حسب بقى الوظيفة، يبقى أنا بقسم على حسب الخلايا، التيشو ده عبارة عن نوع واحد من الخلايا ولا أكتر من نوع من الخلايا، بنقسم التيشو هي نسيج امبريو يعني امبريونيك ولا ميريستماتيك، يعني صغير في العمر، ولا هو ادلت كبير. كمان ممكن انا اقسم التيشو على حسب وظيفتها، يعني انا ممكن عندي مثلا انواع من التيشوز تكون لي تشتغل بروتكشن او بروتكتيف، فنقول على النسيج ده بروتكتيف تيشو. في انسجه بنقول عليها فاندمنتال اللي هي النسيج الاساسي، في انسجه بنقول عليها سبورتنج تعمل تدعيم للنبات، في انسجه تعمل كوندكتنج تعمل توصيل زي الزايلم وزي الفلويم، لا لا تيشو. يبقى انا عندي هنا ثلاث طرق اصنف بيها التيشوز، يا اما هي سيمبل او كومبلكس على حسب هي فيها نوع واحد من الخلايا ولا اكتر من نوع من الخلايا. ممكن نقسمها على بالنسبه لعمرها، هي ميريستماتيك وامبريونيك ولا ادلت وماتيور. ممكن نقسمها على حسب الوظيفه اللي بتقوم بيه او اللي بيقوم بيها هذا النسيج، هذا وظيفه او عدد من الوظائف بتقوم بيها انسجه النبات، ممكن اقسمها على هذا الاساس. طيب لو احنا جينا اتكلمنا على اول نوع او اول نسيج هنتكلم عنه اللي هو البروتكتيف تيشو، طبعا واضح من اسمه البروتكتيف تيشو، يبقى ده النسيج اللي هيعمل لي حمايه، ده اول نسيج يقابلني في الاورجنز بتاعت النبات.
اللي هو عبارة عن الإبيدرمس. الإبيدرمس هنا هو عبارة عن الأوتر موست لاير أوف سيلز أون البرايمري بلانت بودي، أول طبقة تقابلني في البرايمري بلانت بودي. الإبيدرمس أوف ذا روت إز كولد رايزودرمس. طبعاً عندي في الليف عندي إبيدرمس، عندي في الستم في حاجة اسمها الإبيدرمس، عندي في الروت كمان إبيدرمس زي طبقة الجلد كده اللي على جسم الإنسان. أول طبقة أو أول حاجة تقابلني بالنسبة لجسم الإنسان هو الجلد اللي هو بنقول عليها الطبقة الخارجية الأوتر موست لاير دي. نفس الكلام في النبات، أنا عندي الأوتر موست لاير دي في الأورجانز كلها بتاعت النبات اللي هي عبارة عن الإبيدرمس، لكن بيقول لي إن إحنا في الجذر بنقول عليها نفسها هي الطبقة، هي بنسميها رايزودرمس. ليه بقى؟ بيقول لي لأنها بتختلف عن الشوت في الأوريجن والفانكشن والاستراكشر، لاختلافها عن الإبيدرمس اللي في الشوت والإبيدرمس اللي في الليف عن الأوريجن، بتختلف في الأوريجن، بتختلف في الفانكشن، بتختلف في الاستراكشر. النورمال فانكشن اوف ذا ابيدرمز اوف ذا اريال بلانت بارت ار بروتكشن، طبعا يعني النسيج ده اللي هو اول نسيج يقابلني في الاورجانز المختلفه للنبات اللي هو الابيدرمز ده وظيفته اكيد الحمايه، يبقى بيعمل بروتكشن. ممكن كمان عن طريق الابيدرمز ده يحصل ترانسبيريشن، يعني يحصل جازس اكستشينج، وده طبعا بيتم عن طريق الاستوماتا اللي هي الصغور الموجوده على الابيدرمز. ممكن كمان بيقول لي ستورج الووتر، ممكن نلاقي ان الطبقه بتاعت الابيدرمس الخلايا اللي فيها ممكن تخزن لي ميه، ممكن كمان تعمل ميتابوليك برودكتس وخاصه طبعا لو كان فيها بلاستيدات يبقى هتقوم بعمليات الايض بالنسبه للنبات. الابيدرمس اوف ذا شوت ارايز فروم ذا اوتر موست لاير اوف ذا ابيكال ميريستيم، ده منشا البشره، منشا الابيدرمس من الاوتر موست لاير اوف ذا ابيكال ميريستيم سيرفس مريستيم، طبعا سواء كان سيرفس مريستيم او بروتوديرم او ديرماتوجين. In roots, a rhizoderm may be developmentally related to the root cap او or to the cortex. ده طبعا الفرق في المنشا بين الابيدرمز اللي موجود في الشوت والرايزوديرم بيغطي لي الروت. الإبيدرمس كنسيج بنقول عليه بيتكون من 3 مين سيل تايب، ثلاث أنواع مختلفة، ثلاث أنواع من الخلايا أو أنواع من الخلايا مختلفة طبعا عن بعضها. ومن هنا بقدر بقول على الإبيدرمال الإبيدرمس ده عبارة عن كومبلكس تيشو. إحنا قلنا لو إحنا عايزين نصنف التيشو ده هل هو سيمبل تيشو ولا كومبلكس تيشو، ممكن نصنفه بناء على عدد الخلايا المكونة لهذا النسيج. هو بيقول لي هنا ان الابيدرمس ده بيتكون من 3 مين سيل تايب، يبقى معنى كده ان النسيج ده عندي بقول عليه كومبلكس تيشو. ايه هما بقى ال 3 مين تايب دول؟ عندي ابيدرمال سيل بروبر، وعندي الجارد سيل اوف ذا ستوماتا، وعندي ابيدرمال ابنجس اور ترايكومز. يبقى الثلاث انواع دول او الثلاث انواع من الخلايا دول بيكونوا لي اللي هي طبقه البشره، وعشان لاير او الابيدرمال الابيدرمز الموجود في النبات كتيشو بنقول عليه ان هو كومبلكس تيشو. بالنسبه للابيدرمال سيل بروبر اللي هي اول بقى حاجه بتتكون منها النسيج بتاع الابيدرمز، الابيدرمال سيل بروبر زي ار ليفنج سيل ويز بريفرال سيتوبلازم، دي عباره عن خليه حيه ليها سيتوبلازم بيكون محيطي حوالين طبعا الخليه، هايلي فاكيوليتد اند ليك انترسيلر سبيس، فيها فاكيول كبيره. لو احنا جينا شفنا حتى ده على اي موقع في النت يعني شكل الخليه البشره، ليها خليه ليها فاكيول كبيره ليها بريفرال سيتوبلازم، بنقول عليها بيقول لي ليك انترسيلر سبيس، يعني ما فيش بين الخلايا دي وبعضها لما بنيجي نلاقيها محطوطه كده جنب بعضها مكونات طبقه البشره ما فيش بينها وبين بعضها فراغات هوائيه. ان ترانسفيرس سكشن ات مي بي ويز ديفرنت شيب، لو انا اخذت منظر بيقول لي ترانسفيرس سكشن قطاع بالعرض يعني هنلاقي ليها اشكال مختلفه. الاشكال المختلفه اللي قدامنا دي هي اللي بتبين لي ان انا عندي عدد من الاشكال، منها تيوبولر اور بنقول عليه بارل شيب اللي هي اول شكل من على الشمال تيوبولر اور بارل شيب، عندي اللي هي اللينس شيب اللي هي الشكل اللي هو الثالث من على الشمال، عندي اللي هي الباليسيد اللي هي الخلايا بتبقى طويله مطوله كده زي ما شايفين، عندي الكيوبيكال بتبقى خلايا اللي هي رقم 2 من على الشمال اللي هي بتبقى شكلها يعني اضلاعها كلها تقريبا قد بعض يعني ما فيهاش مش مستطيله، لا هي تقريبا كده عامله زي المربع، وعندي كمان الشكل اللي هو بنقول عليه البالي فورم او بنقول عليه موتور سيلز، ودي بنلاقيها في الاوراق.
فبنلاقي الخلية الكبيرة دي اللي هي في النص دي، وكل ما بروح يمين واروح شمال الخلية بتقل شوية. الشكل ده من الابيدورمال سيل بنقول عليه البوليفورم. يبقى الاشكال دي دي بتخص لي اللي هي الابيدورمال سيل بروبر، اول نوع من الخلايا الشكل بتاع الابيدرمال سيل في السيرفيس فيو. طيب يعني هي ممكن تكون بنقول ايس دايمتريك، يعني اضلاع الخليه متقاربه تقريبا في الطول، ويز ويفي اور ستريت وول، الجدران بتاعه الخلايا يا اما تكون مموجه يا اما تكون ستريت. ممكن نلاقي الخلايا دي كمان في السيرفيس فيو الونجيتد طويله، وبرده لو كانت الخليه طويله ممكن تكون ويفي اور ستريت وول. السيل وول اوف ابيدرمال سيل بروبر مي بي ثين سيلولوزيك، ممكن طبعا غالبا هي بتكون ثين سيلولوزيك بيقول لي، او ممكن تكون ثيك لينيفايد. في حاجة اسمها بقى الكيوتينيزيشن، دي اللي هي تكوين الكيوتين على طبقة البشرة. الكيوتينيزيشن occurs in epidermal cell to form cuticle. يبقى أنا عندي طبقة البشرة اللي موجودة على اللي هي أول صف، سواء كان في الورقة أو كانت في الستيم بالذات، بيتكون عليها طبقة من الكيوتين. طبقة العملية دي تكوين الكيوتين على السطح ده بتاع أو السطح الخارجي للبشرة بنقول على العملية دي كيوتينيزيشن. الكيوتيكل اتند فاريبل ثيكنس، ممكن طبعا من نبات لنبات او بيختلف الثيكنس بتاع الكيوتين ده على حسب، بيختلف في الثيكنس وبيختلف في الاستراكشر في الديفرنت بلانت اكوردنج تو الانفايرمنتال كونديشن، حسب الظروف البيئيه اللي عايش فيها النبات. لو والله الظروف البيئيه اللي عايش فيها النبات صعبه قاسيه زي النباتات الصحراويه كده نلاقي طبقه الكيوتيكل دي سميكه، لو النبات عايش في بيئه عاديه يبقى نلاقي طبقه الكيوتيكل دي ثين رفيعه. الكيوتيكل مي بي ستريت اور بارل to the outer wall of the epidermal cell. الكيوتيكل ده اللي هو اتكون على يعني في الاول خالص اتكون على في السطح الخارجي بالنسبه لخلايا البشره، يا اما بيبقى ويفي ماشي كده مع خلايا البشره لانها بتبقى كيرفت شويه فنلاقي الكيوتيكل ماشي معاها كده، يا اما يكون هو ستريت بغض النظر بقى عن شكل الخلايا اللي تحتيه، لكن هو يبقى ستريت يبقى ماشي بخط كده ايه زي يعني بخط مستقيم ستريت اور بارل للاوتر وول اوف ذا ابيدرمال سيل، بيكون يا كده يا كده. الكيوتيكل يوجوالي ابسنت في الابيدرمال سيل اوف ووتر بلانت اند ان رايزوديرم اوف روت، بس في حالتين ما يبقاش عندي كيوتيكل على السطح الخارجي او على الصف بتاع البشره، في حاله لما الاورجان ده يكون جذر يبقى معنى كده الرايزوديرم دي معلهاش كيوتيكل، لان انا عندي الخلايا بتاعه البشره دي وظيفتها في الجذر انها طبعا بيحصل من خلالها دخول الميه، الجذر بيمتص الميه عن طريق الاول طبقه من الخلايا اللي هي الرايزوديرم، فطبعا لو هي متغطيه بالكيوتيكل مش هيعرف يعمل امتصاص للميه، يبقى الرايزوديرم هنا بتاع الروت ما عليهوش طبقه الكيوتيكل. الحاجه الثانيه كمان النباتات المائيه نقول عليها الووتر بلانت، هي كمان عشان بتمتص الميه من جميع اجزاء جسمها يعني البشره كلها اللي في كل الاورجنز بتاعتها بتمتص ميه، يبقى ما ينفعش يبقى برده عليها طبقه من الكيوتيكل، لان طبقه الكيوتيكل دي بتعمل عزل كده بين الخلايا اللي جوه الاورجنز وبين الظروف بين المحيط الخارجي برضه. In some species the epidermis consists of more than one layer، وبنقول عليه في الحاله دي مالتيبل epidermis. الابيدرمس غالبا بيكون one layer، لكن في بعض النباتات بيكون او بعض الانواع بيكون هو اكتر من صف من الخلايا، في الحاله دي اقول على البشره دي بنقول عليها مالتيبل epidermis. Specialized, the specialized surface, subsurface tissue originate from ground meristem is called hypoderm. عندنا الصف اللي هو تحت أول صف اللي هو تحت البشرة يعني الصف اللي تحتيه بنقول عليه بنسميه الهايبوديرم. يبقى ده الصف اللي بيدي الإيبيديرم. طيب ده كده لو أنا بتكلم على الـ أول نوع في تركيب خلايا البشرة اللي هو البروبر إيبيديرمال سيل. طيب الحاجة التانية اللي هي الاستوماتا. اللي هي الصغور، طب انا عندي فتحات موجوده على على خلايا في خلايا البشره بينها وبين بعضها كده في فتحات، الفتحات دي بنقول عليها استوماتا. يبقى الاستوماتا دي عباره عن فتحات على البشره سواء كانت بتاعت الليفز او الستيم، طبعا غالبا الاستوماتا دي هتكون يا اما في الليفز طبعا بشكل كبير هتبقى في الليفز وممكن تكون في الستيمز، ما عنديش طبعا استوماتا انا هنا في الجذور. الاستوماتا دي بيقول لي بوندد باي تو جارد سيل and serving in gas exchange. طب الفتحه دي اللي موجوده على اول صف من الخلايا في البشره في فتحات، الفتحه دي بتحاط بخليتين ما هماش البروبر ابيديرمال سيل، لا دول خليتين بنقول عليهم الجارد سيل.
يبقى انا عندي الجارد سيل اللي هي الخليتين اللي في بينهم في فتحه، بنقول على التركيبه دي بنقول عليها الاستوماتا. الفتحه بيقول لي بتأدي، الفتحه دي بتأدي الى غرفه بنقول عليها سب استوماتال انترسولار سبيس، غرفه كده فاضيه، الغرفه دي بيبقى فيها كميه من الهواء بنسميها سب استوماتال انترسولار سبيس. السب استوماتال اتش او بنقول عليها سب استوماتال تشامبر. وطبعا فايده الاستوماتا هنا ان بيحصل منها او من خلال الفتحات الموجوده في البشره بيحصل هنا جاز اكستشينج بين الوسط الخارجي بالنسبه للنبات وجوه النبات. In many plant two or more of the cells adjacent to the guard cell appear to be associated functionally with them and are morphologically distinct from the other epidermal cell. بنقول عليها subsidiary or accessory cell. احنا قلنا ان احنا عندنا خلايا البشرة، بقولنا في خلايا البشرة بيتخللها فتحات، الفتحة دي بيحاط بيها خليتين، كل فتحة موجودة يعني عندي على السطح ده بيحاط بيها خليتين بنسمي الخليتين دول guard cell، ويبقى ليهم أشكال مميزة. في النبات الدايكوت بيبقى ليهم شكل اللي هو الكلية بنقول عليها kidney shape، وفي النبات المونوكوت بيبقى ليهم شكل تاني مختلف بنقول عليها dumbbell shape. طيب لكن بيقول لي ان مش الكيدني شيبد دي المفروض يكون جنبها على طول بقى البروبر ابيدرمال سيل، لا في بعض الاحيان بيكون جنبهم خلايا ثانيه مختلفه عن الجارد سيل بنقول عليها سبسيدري سيل، بنقول عليها خلايا مساعده، او بنقول عليها اكسسوري سيل، دي بتبقى مختلفه شكلها عن الجارد سيل. يبقى انا عندي الفتحه بتاعه الصغر، الفتحه بتاعه الصغر دي بيحيط بيها خليتين بنقول عليهم على الخليتين دول الجارد سيل. الجارد سيل دي اما لو كان نبات عندي مونوكوت بنلاقيها شكلها كيدني شيب، لو النباتات دي عندي من النوع اللي هو الدايكوت بنقول عليها كيدني شيب، المونوكوت بنقول عليها دامبل شيب. بعد كده ممكن نلاقي خلايا حواليهم يعني بيحاطوا بالجارد سيل بنقول عليهم سبسيدري سيل، ممكن نلاقيهم ممكن ما نلاقيهمش. السبسيدري سيل دي او الاكسسوري سيل دي بتختلف برضو في عددها وبتختلف في اشكالها من نبات لنبات، وهنشوفها في الرسومات اللي محطوطة في الصفحات اللي بعد كده. بيقول الجارد سيل may occur at the same level as the adjacent epidermal cell، يعني الجارد سيل دي اللي هي الخلايا اللي بنقول عليها الجارد سيل دي اللي بينها في فتحة بين الخليتين دول في فتحة الفتحة وده عبارة عن الصبر، الصبر ده ممكن يكون ماشي أو موجود في نفس مستوى البروبر epidermal cell. خلاص ممكن الصغر ده يكون لفوق طالع لفوق شويه، يعني الجارد سيل دي بارزه لفوق شويه عن البروبر ايبيديرمال سيل، وفي الحاله دي بنقول عليها ريزد استوماتا. ممكن يكون الجارد سيل دي سانكن غائره كده يعني تحت البروبر ايبيديرمال سيل، وفي الحاله دي بنقول عليها سانكن استوماتا، وبرده دول هنشوفهم في الرسومات اللي احنا حاطينهم في الصفحات اللي بعد كده. الجارد سيل في السيرفيس فيو مي بي كيدني زي ما قلنا، لا احنا نشوفها كيدني ونشوفها دامبل ازاي لما اخد انا منظر سطحي او ناخد سلخه من مثلا الورقه. لو خدت سلخه من الورقه وشفنا وحطينا السلخه دي على شريحه وشفناها تحت الميكروسكوب هنلاقي شكل الصغور اللي عندنا، شكل اسفه الاستوماتا اللي عندنا هنلاقيها يا اما او الكيدني سيلز الجارد سيلز دي اسفه، شكل الجارد سيلز دي ممكن تكون كيدني شكلها كلويه، وفي الحاله دي يبقى النباتات دي بنقول عليها دايكوت، يا اما بنلاقيها دامبل شيبد وفي الحاله دي بنقول عليها مونوكوت. الكيدني شيب جارد سيل اوفن هاف ليدجز، ممكن يكون عليها بعض ليدجز اللي هي زي بروزات كده اوف وول ماتيريال اون ذا ابر اند لوور سايد ان سيكشن فيو ساتش ليدجز ابير لايك هورن، ساعات نلاقي على الكيدني شيب دي مطلعه زي قرون كده بنقول عليها دي اسمها ليدجز، ممكن تكون موجوده على الابر او اللور سايد بتاع الجارد سيل وبنسمي او بنقول عليها هي بتشبه الهورن. طيب هنا الرسومات، يمكن الرسومات دي نقدر نفهم منها الكلام اللي فات. احنا عندنا هنا اول رسمه على ايدنا الشمال موجود عندي الايبيدورمس اللي هو اول صف من الخلايا موجود فوق وما فيش فوقيه اي حاجه، ما مش متغلص باي حاجه فوقيه، فبنقول هنا نو كيوتيكل يعني انا ما عنديش كيوتيكل على الابيدورمز ده. والابيدورمز هنا ده يوني لايرد يعني صف واحد بس من الخلايا، يبقى صف واحد هو اللي عامل لي طبقه الابيدورمز وما فيش كيوتيكل بيغطي الابيدورمز.
يبقى بنقول عليها هنا الرسمة دي بنقول no cuticle uni layered barrel shaped epidermal cell proper. لو شفنا شكل الخلية الواحدة اللي هي مكونة لي صف، طبعا عدد من الخلايا مكون لي صف الإبيدرمز، الخلية شكلها بنقول عليه بارل شيب زي ما قلنا قبل كده، نقول شكلها طويلة شوية زي ما انتم شايفين كده، وشفنا الأشكال دي في البروبر إبيدرمال سيل، الشكل ده بنقول عليه بارل شيبد إبيدرمال سيل بروبر. الرسمة التانية اللي جنبها بنقول ثيك كيوتيكل، يبقى لقينا هنا طبقة البشرة اتكون عليها كيوتيكل سميك زي ما انتم شايفين كده فوق، اتغطت بطبقة من الكيوتين، او حصل هنا كيوتينايزيشن فضغطت طبقه الابيدورمس بالكيوتين فعملت لي ستيك كيوتيكل. لكن برضو الصف ده من الخلايا هو يوني لايرد، لكن هنا الخليه مش بارل شيب، هي بنقول عليها كيوبيكال ابيدورمال سيل بروبر، تلاقي تقريبا طولها في معظم الخلايا نلاقيها زي الكيوبيك زي الكيوب كده زي المربع، يعني مربعه شويه او مكعبه شويه زي ما انتم شايفين كده، ما هياش بارل شيب. الرسمة اللي تحت بنقول عليها thin cuticle، عليها cuticle لكن رفيع، لو فينا قارنا بين الرسمة اللي فوق نقولها thick cuticle، طبقة الكيوتين تخينة، الرسمة اللي تحت طبقة الكيوتين thin رفيعة، لكن البشرة هنا بقول عليها multi layered epidermal cell proper، مش صف واحد من الخلايا زي الرسمتين اللي قبل كده، لا ده عبارة عن ايه صف اتنين تلاتة، يبقى انا عندي هنا تلات صفوف من الخلايا كونت لي طبقة البشرة، فنقول على الابيدورمز هنا بنقول عليه مالتي لايرد ابيدورمال سيل بروبر. طيب هنا بقى الرسمه دي اللي بتبين لي الجدر بتاعت الخلايا البشره الويفي والجدر اللي هي الستريت لما كنا بنتكلم وقلنا هنشوفها في الرسومات اللي بعد كده. هنا في ويفي وولد زي ما انتم شايفين، اولا الخليه احنا لو جينا شفناها هنا برضو الرسمه، انا ببتدي دايما على الايد اللي ببتدي في الرسمه الشمال، نلاقي الخلايا طويله، طبعا ده منظر سطحي للخلايا، نلاقي الخليه طويله زي ما انتم شايفين، والجدار بتاع الخليه بنقول بنشوفه شايفينه ازاي ويفي، يبقى ويفي وولد elongated epidermal cell proper with dumbbell shaped stomata. طب لو جينا بصينا في الصخور اللي موجوده في المنظر السطحي دي نلاقيها شكلها ايه؟ نلاقي فيه فتحه خلاص، ونلاقي فيه خليتين كده طوال شويه، الخليتين اللي طوال دول بنقول عليهم dumbbell shaped guard cell، يبقى دي خلايا اللي هي الجارد سيل لكن شكلها هنا بنقول عليه دامبل شيب، ودي طبعا اكيد الورقه دي لنبات مونوكوت، يبقى نقول دامبل شيب استوماتا، وعندي طبعا اللي هي الجارد سيل بينهم الخليتين الجارد سيل دول في فتحه بينهم اللي هي فتحه الصهر، وبعدين عندي خليتين على الجنب كده عاملين زي المثلثين دول بنقول عليهم سبسيدري سيل، دي الخلايا اللي احنا اتكلمنا عليها وقلنا دي خلايا مساعده بنقول عليها سبسيدري سيل، هي ما هياش جارد سيل وبرده ما هياش بروبر ابيدرمال سيل، دي بنقول عليها جارد سيل. الرسمه اللي في النص ويفي وولد ايزودايمتريك ابيدرمال سيل، هي برضو الجدار هنا عندي ويفي لكن الخلايا هنا بنقول عليها ايزودايمتريك مش الونجيتد يعني، ويز كيدني شيبد استوماتا، لكن الجارد سيل هنا شكلها كيدني، يبقى الاستوماتا هنا بنقول عليها كيدني شيبد استوماتا. اقصى اليمين عندنا ستريت وولد الونجيتد ابيدرمال سيل، الجدار هنا بتاع الخلايا طبعا هنا الخلايا طويله الونجيتد لكن الجدار بتاعها مش ويفي، الجدار هنا ستريت خلاص، وموجود عندي الاستوماتا بنقول عليها كيدني شيب استوماتا، يعني هنلاقي الجارد سيل هنا شكلها كيدني شيب زي الرسمه كده اللي في النص. حلوه اللي هي فوق دي اللي بالالوان، دي بتبين لي الشكل بتاع الصغر اللي هو كيدني شيب استوماتا، وبتبين لي الدمبل شيب استوماتا زي ما احنا شايفين. لو احنا بدانا بالكيدني شيب اللي هي على الشمال، اولا عندي الخلايا الفاتحه اللي حوالين الصغر دي بنقول عليها ايبيدرمال سيل، سواء بقى كنت بتكلم في الخليه في الرسمه اللي هي اللي على اليمين او الرسمه اللي على الشمال، انا عندي الخلايا اللي حوالين الصغر الفاتحه دي في الرسمه الاولانيه اللي هي اللون الفاتح بنقول عليها ايبيدرمال سيل. طيب خلينا في الرسمه برضو اللي على الشمال اللي هي فيها الكيدني شيبد استوماتا، عندنا بعد الايبيدرمال سيل في نوع تاني من الخلايا اللي هي الخضراء الغامقه دي، دي بقول عليها سبسيدري سيل، عندنا كم خليه؟ ادي 1 2 3 4 4 خلايا حوالين الكيدني شيبد الخلايا اللي هي شكل الكلوه دي، اربع خلايا بنقول عليهم دول سبسيدري سيل. الخليتين اللي بعد كده اللي هم شبه الكليه او بنقول عليهم زي الفاصوليا يعني كده شكل الفاصوليا بنقول عليهم دول اللي هم الجارد سيل، والجارد سيل هنا موجود فيها كلوروبلاست، طبعا خليتين موجود فيهم كلوروبلاست غير الابيدرمال السيلز ما فيهاش كلوروبلاست، لكن الكيدني شيبد دي
فيها كلوروبلاست، يبقى معناها ان الخلايا دي بتقدر تقوم بعمليه البناء الضوئي. خلاص دي الجارد سيل. الفتحه اللي في النص البيضه دي هي دي بنقول عليها استوماتال اوبننج او الاستوماتال ابيرتشر، اللي هي الفتحه بتاعه الصغر. الصغر ده بقول عليه كيدني شيبد استوماتا. طيب نيجي نشوف الصغر اللي على ايدنا اليمين. انا عندي برضو الصغر هنا شكله مختلف، ما هواش الجارد سيل، اسفه، هنا الجارد سيل دي شكلها غير دي. الجارد سيل هنا بنقول عليها دامبل شيبد جارد سيل، هي جارد سيل بس شكلها عظمي زي العظمه كده، نقول عليها دامبل شيبد جارد سيل. وبعدين عندي بعديها في خليتين، واحده يمين واحده شمال، دول بنقول عليهم السبسيدري سيل. وبعد السبسيدري سيل يجينا بقى الابيديرمال سيل. وطبعا بين التو دامبل شيبد جارد سيل دول في الفتحه اللي في النص دي، هي دي الاوبننج بتاعت الاستوماتا. يبقى انا عندي الرسمه دي بتبين لي الشكلين بتوع الاستوماتا في النباتات اللي هي الدايكوت والمونوكوت. بالنسبه لنباتات الدايكوت انا عندي الصغر بنقول عليه كيدني شيبد، او الاستوماتا دي بنقول عليها كيدني شيبد استوماتا. بالنسبه للمونوكوت بنقول عليها الدامبل شيبد. طيب احنا عندنا بعد كده الرسمه اللي تحتيها دي بتبين لي ان انا ممكن يكون عندي الصغر ماشي على نفس مستوى البروبر ايبيديرمال سيل زي الرسمه اللي في النص كده. انا عندي من تحت هنا اتنين جارد سيل وعندي الفتحه بتاعتهم، وعندي بعد كده الايبيديرمال سيل، يعني بعد الجارد سيل يجيني ايبيديرمال سيل. تلاقوا الجارد سيل والايبيديرمال سيل هم كلهم على نفس المستوى، ات ذا سيم ليفل. طيب لو احنا شفنا الرسمه اللي على اليمين هنلاقي الجارد سيل اللي هي ليها هورن، حتى ليها شايفين ليها زي ارن بروز كده من فوق بنقول عليه الهورن ده. الجارد سيل اللي تحت دي بنقول عليها سانكن استوماتا، لان البروبر ايبيديرمال سيل فوق والصغر عندي تحت، وده طبعا هنلاقيه في معظم النباتات الموجوده في الصحراء. لا دايما الصغور موجوده تحت طبعا لحمايه النبات من انه يعمل عمليه لدح بكميه كبيره، فيبتدي ايه يخبي الصغور بتاعته تحت زي ما احنا شايفين كده. فبنقول على الاستوماتا دي بنقول عليها سانكن استوماتا. الا على الشمال، الرسمه اللي على الشمال بنلاقي الصغر طالع لفوق بارز، يعني هو اكتر بروز، الاثنين جارد سيل دول طالعين لفوق خالص زي ما انتم شايفين، بالنسبه طبعا البروبر ابيديرمال سيل اللي حواليهم هم مرفوعين. فبنقول على الاستوماتا هنا بنسميها بنقول عليها ريزد استوماتا. يبقى بالنسبه للاستوماتا ممكن تكون ماشيه مع نفس مستوى الابيديرمال سيل، ممكن تكون سانكن، ممكن تكون ريزد. طبعا ده في الرسومات اللي قبل كده ان انا كان عندي زوايا انا حاططها لكم ليها جلاند، ليها غده في قمه الشعره. فهل هنبدا تاني في الشريحه اللي قدامنا دي اللي هي اتكلمنا فيها على الترايكومز وانها بتتقسم لجلاندولار ونان جلاندولار. طيب نيجي نشوف الانواع الجلاندولار. بيقول لي في منها نوعين، يوني سيلولار ومالتي سيلولار. يوني سيلولار يعني معناها ان الشعره دي ليها جلاند في الاخر، ليها غده في الاخر، لكن هي كلها عباره عن خليه واحده. مالتي سيلولار معناها ان الشعره دي ليها جلاند لكن متقسمه لعدد من الخلايا. ده بالنسبه للترايكومز اللي هي الجلاندولار. طيب بالنسبه للنان جلاندولار اللي هي ملهاش غده في النهايه، ملهاش غدد، يعني الشعر ده ملهوش غدد، عندي منه يوني سيلولار يعني عباره عن خليه واحده، وده ممكن يكون منه البرانشد والامبرانشد. هنشوف الكلام ده في الرسومات وفي الصور. النان جلاندولار منها نوع تاني اسمه البلتيت. نان جلاندولار في منها المالتي سيلولار، يعني بتبقى الخليه هنا او الشعره هنا ملهاش غده وبتبقى متقسمه لعدد من الخلايا. دي بنقسمها لحاجتين، مالتي سيريت او يوني سيريت، يعني الخلايا دي تبقى صف واحد اللي هي اليوني سيريت، او تبقى مالتي سيريت او تبقى متعدده الصفوف. اليوني سيريت دي منها ثلاث اشكال، منها الاستيليت ومنها البرانشد ومنها الامبرانشد. عندي المالتي سيلولار، عندي المالتي سيريت يعني الشعرايه نفسها متقسمه لعدد من الصفوف او متصففه الى عدد من الخلايا، صف خلايا وصف خلايا وصف خلايا، بنقول لها مالتي سيريت. ده بالنسبه للاشكال اللي هي الترايكومز. المفروض ان احنا بنعرف كل شكل وبنعرف تسميته ايه، يعني مثلا لان انا في الامتحان ممكن اجيب رسمه من الرسومات دي واقول تصنفوها او توصفوها. احنا كمان عندنا في اللي هو البرانشد، يعني احنا قلنا اليوني سيريت ده منه استيليت ومنه الامبرانشد ومنه وعندي كمان عندي البرانشد. اليوني سيريت ده عندي البرانشد زي الشعره اللي انتم شايفينها كده متفرعه دي بنقول عليها مالتي سيلولار متعدده الخلايا، بنقول عليها يوني سيريت صف واحد من الخلايا، لكن بنسميها بنقول عليها برانشد متفرعه.
شكل كده من اشكال الترايكومز عندنا. يعني الرسمه دي برضو بتبين لي اشكال من الترايكومز. عندي various kind of trichom. هناخد نبتدي ناخد شعره شعره من دول ونبتدي نعمل لها توصيف. احنا نعمل لها توصيف دي نوصفها ازاي، هل هي جلاندولر ولا نان جلاندولر، هل هي يونيسيلولر ولا مالتي سيلولر، هل هي يونيسيريت ولا مالتي سيريت، هل هي بلتيت، وهكذا. نبص على الرسمه دي ونبتدي نكتب توصيف. ده كده بالنسبه للابيدرمال لاير او الابيدرمال طبقه البشره، الطبقه اللي هي بنقولها البروتكتيف تيشو اللي هي الخلايا اللي هي بتعمل حمايه اللي هي طبقه البشره. واحنا كده من الكلام اللي فات عرفنا ان البروتكتيف تيشو ده يعتبر نسيج كومبلكس لانه بيتكون من اكتر من نوع من الخلايا، بيتكون من البروبر ابيدرمال سيل، بيتكون من الاستوماتا اللي هي عباره عن الفتحه بتاعت الاستوماتا طبعا مع الجارد سيل، بيتكون كمان بيبقى عليه برضو على الصف ده من الخلايا ممكن نلاقي عليه او على الابيدرمز بروبر ابيدرمز ممكن نلاقي عليها ترايكومز او افنجز. فيبقى انا عندي ثلاث انواع من الخلايا، ده اللي بيخليني اقول على البروتكتيف تيشو دي اللي هي الابيدرمز دي نقول عليها كومبلكس تيشو. النوع الثاني من الانسجه اللي هي بنقول عليها اللي موجوده جوه النبات بنقول عليها الفاندمنتال تيشو اللي هي البارينكما. البارينكما سيل ار ليفنج اند فاريبل ان زير مورفولوجي اند فيسيولوجي بات جنرالي هافينج ثين وول. طبعا دي صفات الخلايا هنا ليها ثين وول اند كونسيرند ويز فيجيتيف اكتيفيتي اوف ذا بلانت. دي وظيفتها مرتبطه دايما بالفيجيتيف اكتيفيتي في النبات. البارينكما از اوفن سبوكن اوف از ذا فاندمنتال اور جراوند تيشو. دايما اقول على البارينكما سيلز دي او البارينكما تيشو لو انا عندي اكتر من خليه، يعني عندي خليه واحده بنقول عليها بارينكما، عدد من الخلايا بتاعت البارينكما بنقول عليها البارينكما تيشو، او بنقول عليها ممكن نسميها فاندمنتال تيشو او نسميها الجراوند تيشو. which exhibit relatively little specialization. in the plant body as a whole parenchyma appear as ground substance in which other tissue زي الفاسكولار تيشو مثلا بيقول لي are embedded. يعني هي تعتبر دي اللي هي الحاجه الاساسيه او ده النسيج الاساسي اللي بنلاقي فيه موجود بعض او بنلاقي فيه معظم التيشوز الثانيه. يعني دي الفكره الاساسيه بالنسبه للنبات اللي هي اللي بنقول عليها فاندمنتال او نقول عليها الجراوند اللي هي عباره عن البارينكما سيلز او البارينكما تيشو. وبنلاقي بقى يعني فيها في البارينكما تيشوز دي او في البارينكما سيلز دي موجود بقى بقيه التيشوز. This tissue is the principal seat of such essential activity. طبعا بترتبط بالانشطه الاساسيه في النبات زي الفوتوسينثيز، اسيميليشن، ريسبيريشن، ستورج، سكريشن، اكسكريشن. كل الاكتيفيتيز دي بتتم في الفاندمنتال تيشو او في الجراوند تيشو. ماتيور بارينكما سيل مي ريسيوم ميريستماتيك اكتيفيتي. ممكن الخليه طبعا احنا البارينكما سيل دي البارينكما تعتبر ماتيور سيلز، لكن بيقول لي ممكن تستعيد قدرتها هي او تتحول الى ميريستماتيك سيلز وتقدر يبقى عندها قدره مره ثانيه على الانقسام. يبقى الماتيور بارينكما سيل مي ريسيوم ميريستماتيك اكتيفيتي اندر سيرتن طبعا في ظروف معينه ممكن البارينكما سيلز دي تتحول او تبقى ميريستماتيك، ترجع تبقى ليها نشاط ميريستيمي وترجع يبقى ليها قدره على الانقسام يعني. ده لكن ده بيقول لي في ظروف معينه. طيب منشا البارينكما الاوريجين اوف بارينكما. البارينكما تيشو اوف ذا برايمري بلانت بودي اللي هي البارينكما اوف ذا كورتكس والبيس والميزوفيل اوف ليفز اند اوف ذا فلاور بارت. النوع ده من البارينكما او البارينكما اللي موجوده في الاماكن دي بيقول لي ديفرنشيتد فروم الجراوند ميرستيم، يبقى هي منشاها الجراوند ميرستيم. البارينكما اسوشيتد ويز ذا برايمري اند سكندري فاسكولار تيشو از فورمد باي البروكامبيوم. يبقى انا عندي في انواع من البارينكما منشاها الجراوند ميرستيم، في البارينكما لا اسوشيتد مع البرايمري والسكندري فاسكولار باند اللي هي موجوده مع الحزم الوعائيه دي بيقول لي متكونه من البروكامبيوم اند الفاسكولار كامبيوم. بيقول لي كمان هنا الفيلوجين ان ماني بلانت اولسو برودوس بارينكما. في طبقه الفيلوجين اللي هي بتتكون طبعا لما النبات يبقى اولد يعني دي بينشا منها برضو البارينكما، وفي الحاله دي بنقول عليها الفيلوديرم. يبقى انا عندي ثلاث اماكن هنا او ثلاث اماكن بيطلعوا منهم او بينشأوا منهم او الاوريجين بتاعت خلايا البارينكما. البارينكما اوف ذا برايمري بلانت بودي از كونسيدر تو بي بريماتيف تيشو، هي خلايا بنقول عليها بريماتيف.
as the lowest multicellular plant consists of parenchyma only. يعني في بعض الخلايا، بعض النباتات او اللي هي بنقول عليها مش ادفانسد، يعني بنقول عليها primitive plant، دي كلها عباره عن خلايا بارينكما. عشان كده بنقول البارينكما سيلز دي او البارينكما تيشو دي تعتبر primitive tissue. البارينكما may also be considered primitive as its cells are morphologically similar to those meristematic. كمان ممكن السبب في ان احنا نقول عليها انها برضو primitive ان الخلايا بتاعتها تشبه and the content of parenchyma cell، تركيبها ومحتوياتها ايه اللي موجود جواها، ايه الكونتنت بتاعتها. Most parenchyma cell usually have thin primary wall، احنا قلنا ان الجدار بتاعها thin، but parenchyma cell with thick primary wall also exist، لكن في بعض الاحيان بيبقى الجدار بتاعها سميك، لكن هي في الغالب الجدار بتاعها thin wall. زي مثلا في بيقول لي هنا ليها thick wall لما في بعض الحالات لما تكون storage cell. البارينكيما سيل with relatively thick and lignified secondary wall are common especially in the secondary xylem. البارينكيما دايما بتكون associated زي ما قلنا مع الفاسكولار تيشو اللي هي الزايلم والفلويم. البارينكيما هنا لما بتكون مع السكندري زايلم بيبقى الجدار بتاعها lignified secondary wall، يعني الجدار بتاعها بيكون تخين وبيكون ملجنا، لكن هي في اليونج بلانت هي سيلوزيك وول، thin سيلوزيك وول. Internal structure of the parenchyma cell varies according to its function. يعني تركيبها بيختلف على حسب وظيفتها. البارينكيما cell which take part in photosynthesis contain chloroplast. عندي parenchyma cell بتقوم بالبناء الضوئي فدي تحتوي على الكلوروبلاست، وفي الحالة دي بنقول عليها chlorenchyma. Certain parenchyma cell contain leucoplast، يبقى دي بنقول عليها storage parenchyma. Storage parenchyma may serve to store different reserve material which may be found in solution or in the form of solid particle as carbohydrate, protein and oil. التخزين اللي بتخزنه الخلايا البارنشيمية دي ممكن يكون liquid، مخزنة حاجات liquid، ممكن تكون مخزنة حاجات solid زي بيقول الكربوهيدرات والبروتين والاويل. In succulent plant parenchyma cell store water. في النباتات العصرية بنلاقي البارينكيما سيل دي ستور فيها، طبعا بنقول لها ستورج بارينكيما سيل، لكن هي مخزنه هنا ميه. شوت سيل ار يوجوالي لارج ثين وولد اند ديفويد اور سيرتن اور كونتين فيري فيو كلوروبلاست. البارينكيما سيل ستورد، طبعا الجمله دي متعاده، ستور ووتر. شوت سيل ار يوجوالي لارج ثين وولد اند ديفويد اور كونتين فيري لو كلوروبلاست. Very few chloroplast. طيب ده بالنسبة للتركيب بتاع الخلايا اللي هي التركيب الشكل الخلايا البارنشيمية البارينكما والكونتنتس بتاعتها بتبقى عبارة عن إيه بالظبط. بيقول لي هنا بقى الشيب والأرينجمنت أوف بارينكما سيل. هل الخلايا البارنشيمية دي ليها أشكال مختلفة؟ هي فعلا ليها أشكال كتيرة مختلفة عن بعضها. Many بارينكما سيل آر بوليهيدرال and their diameter in the different plane is more or less equal. بنلاقيها بوليهيدرال يعني ليها مضلعه، يعني مش بالضروره الاقي البارينكيما سيل مدوره، ممكن تكون بوليهيدرال ليها اضلاع. في تي اس it may be spherical or polygonal. Intercellular space may not found. غالب ممكن يكون فيها intercellular space وممكن تكون ما فيش بينها وبين بعضها intercellular space في النوع ده من الخلايا او في الشكل ده من الخلايا. Elongated parenchyma cell are found in the palisade tissue of the leaf. بالنسبه للورقه عندنا في نوع من الخلايا او نوع من الانسجه في الورقه بنقول عليها palisade tissue. palisade tissue دي عباره عن parenchyma cell، بس قلنا عليها في الاشكال او هنقول عليها في الاشكال. palisade tissue دي عباره عن parenchyma cell لكن elongated طويله، وطبعا بتحتوي على كميه كبيره جدا من الكلوروبلاست. Lobed cell are found في الاسبونجي ميزوفيل. في نفس الميزوفيل ده اللي هو الميزوفيل ده اللي هو عباره عن باليسيت تيشو واسبونجي تيشو، الاثنين دول سواء كان باليسيت تيشو او اسبونجي تيشو هما الاثنين دول بارينكما تيشو، لكن الباليسيت دي طويله والاسبونجي تيشو دي بنقول عليها اللوبد، مفصصه كده وبينها وبين بعضها طبعا سواء في الباليسيت او في الاسبونجي فراغات هوائيه كبيره. واللي سواء برضو كنا بنتكلم على الباليسيت تيشو او الاسبونجي تيشو هما الاثنين عباره عن خلايا بارينكيما زي ما قلنا بيحتوي على كلوروبلاست، لان هما دي هي دي الانسجه اللي بتقوم بعمليه الفوتوسينثيس في الورقه.
عندي فولدد بارينكما از فاوند ان سام بلانت. فولدد يعني ليها جذور كده ايه داخل، يعني بنقول عليها ايه، يعني الجدار تلاقوه داخل لجوه وبعدين طالع تاني داخل وطالع، هنشوفها في الرسمه او في الصوره اللي احنا حاطينها. فولدد بارينكما از فاوند ان سام بلانت اند ستيلات بارينكما سيلز ار فاوند ان ذا ستيم اوف بلانت ويز ويل ديفلوبد اير سبيس. في نوع تاني من البارينكما اللي هي الارينكما، ودي اللي بينها وبين بعضها فراغات هوائيه كبيره جدا جدا، فراغات هوائيه كبيره زي في النباتات المائيه مثلا، نلاقي في البارينك مثلا دي النوع ده بنقول جوه النباتات دي بنقول عليها ارينكما، هتلاقوا فيها فراغات كبيره بينها وبين بعضها وبتحتوي على كميه كبيره من الميه من الهواء علشان النبات يقدر يطفو فوق سطح الميه. فالارينكما ويز هايلي ديفلوبد بروميننت اير تشامبر از فاوند ان ميني ووتر بلانت اللي هي بنقول عليها بقى الهايدروفايت. هنا الرسمه دي اللي قدامنا دي عباره عن البارينكما، بيقول لي هنا ترانسفير سيكشن وده اللونجيتودينال سيكشن، يعني هنا دي الخلايا البارينكما العاديه اللي احنا بنشوفها دايما في تحت الميكروسكوب في اي شريحه، بنلاقي دايما البارينكما سيل بنلاقيها سفيريكال بالشكل ده، الجدار بتاعها بنقول عليه ثين وول، بينها وبين بعضها في فراغات هوائيه زي ما احنا شايفين اللي هي بنقول لها انتر سيلولار سبيس، ده لو احنا خدناها في الترانسفير سيكشن. طب لو خدناها في اللونجيتودينال سيكشن برضو عندي البرايمري سيل وول وعندي نيوكليس جوه الخليه وعندي فاكيول كبيره زي ما انتم شايفين والسيتوبلازم اللي هو البريفرال وعندي بين الخلايا وبعضها الانتر سيلول سبيس. ده شكل الخلايا البرانشيميه البارينك مثلا. الشكل الثاني ده او الرسومات الثانيه دي برضو بتقول لي ان انا عندي انواع ثانيه او اشكال ثانيه للبارينك مثال. طيب انواع من البارينك مثال عندي هنا النوع اللي هو على ايدنا الشمال كده، يبقى هنا الرسمه ايه دي بيقول عليها ارينكما. ارينكما في يعني معناها ان الخلايا دي بينها وبين بعضها فراغات هوائيه كبيره، انتر سيلولار سبيسز كبيره، دي بنقول عليها ارينكما. عندي الشكل اللي جنبيها بنقول عليها دي ستورج بارينكما، خلايا هنا بنقول عليها بوليجونال زي ما انتم شايفين كده او بوليهيدرال، وفيها سوليد بارتيكل ممكن تكون ستارش جرين ممكن تكون يعني كربوهيدرات ممكن تكون بروتين ممكن تكون اويل، وهنا في النوع ده مفيش بينها وبين بعضها انتر سيلولار سبيس. الرسمه اللي تحت اللي هي البارينكما دي برضو السفيريكال بارينكما العاديه اللي هي الجدار بتاعها ثين وول والخلايا بينها وبين بعضها انتر سيلولار سبيس، وزي ما احنا شايفين كده لما اجي ارسم ارسم الخلايا البرانشيميه كل خليه مختلفه عن الثانيه في الشكل، يعني مش الخلايا كلها مدوره 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 شبه بعض، لا كل واحده مش ليها شكل مختلف عن الثاني، لكن في النهايه هم دول او هي دي الشكل بتاع الخلايا البرانشيميه. الرسمه بقى اللي على اليمين برضو احنا عندنا هنا there are some special type of parenchyma tissue، عندنا الستورج بارينكما ودي اللي احنا شفناها اللي هي فيها ستارش، the cell enlarged to enlarge تكبر الخليه هنا to store nutrients water، عندي parenchyma الاير cavity are present in the parenchyma tissue to provide air طبعا الاكواتيك بلانت، عندي الكلورينكما اللي هي احنا اتفقنا عليها هي خلايا بارينكما اللي بتحتوي على كلوروبلاست، يبقى these بارينكما cell have present او presence of chlorophyll بتقدر تقوم بوظيفه الفوتوسينثيس. البارينكما تيشو از فاوند جنرالي ان اول بارت اوف ذا بلانت، موجوده في كل الاورجانز بتاعت النبات، وبيقولنا عليها قبل كده بنسميها دي الجراوند تيشو او بنقول عليها الفاندمنتال تيشو، موجوده في الليفز موجوده في الستام موجوده في الروت موجوده في الفوتس الى اخره. هنا الرسمه دي الرسمه اللي على الشمال دي عباره عن برضو انواع من البارينكما اللي هي الباليسيد بارينكما اللي هي فوق دي، دي موجوده في طبقه الميزوفيل بتاعه الورقه. الباليسيد تيشو اللي هي الطويله الخلايا الالونجيتد اللي هي فيها كلوروبلاست كتير جدا، دي ده نوع من البارينكما. الخلايا اللي تحتها اللي هي بينها وبين بعضها فراغات هوائيه اكتر كبيره شويه كده، دي بنقول عليها اللوبد او سبونجي تيشو ودي طبعا نوع من البارينكما، ودي الاثنين دول وظيفتهم ان هم بيقوموا بعمليه البناء الضوئي، وطبعا بيحصل طبعا موجود فيهم هنا قلنا زي ما قلنا فراغات هوائيه كتير، لان هنلاقي استوماتا حتى تحت هنا على السطح السفلي للورقه، فلان دي جزء من الورقه دي الطبقه بتاعت البليد المصل بتاع الورقه، فبيبقى موجود فيه النوعين دول من الخلايا اللي هي الباليسيد تيشو والسبونج تيشو، النوعين دول هم انواع من الخلايا البرانشيميه. الرسمه اللي في النص اللي هي الملونه دي دي عباره عن الفولدد بارينكما، تشوفوا الجدار بتاعها تلاقوا الجدار كده ليه داخل وطالع داخل وطالع، بنقول عليها فولد مش عارفه ايه بالعربي معناها، بس هي دي بنقول عليها فولدد بارينكما، ده الشكل بتاعها. هنا في الرسمه اللي على اليمين الشكل اللي فوق ده برده طبعا ده اللي هي الارينكما
اللي هي فيها اير سبيس كتير. طبعا الخلايا اللي هي الصغيره الصغيره دي هي الخلايا، لكن سايبه بينها وبين بعضها فراغات كبيره جدا، بنقول عليها ارينكما، ودي اللي هي اللوبد، او بنقول عليها اللي هي السبونجي، بنقول عليها اللوبد بارينكما، اللي هي بتمثل لي او بتكون لي السبونجي تيشو الموجود في الورقه. يبقى ده النوع الثاني من الخلايا اللي هو بنقول عليه الفاندمنتال تيشو. طبعا احنا قلنا هنا او زي ما انتم شايفين كده ان النوع ده من التيشو بنقول عليه سيمبل، ان هو عباره عن نوع واحد من الخلايا متكونين، ما فيش نوعين تانيين، ما هو فيش حاجه تانيه معاه دخلت في تركيبه، لا هو عباره عن خلايا برانشيميه بس اشكال مختلفه منها، لكن هي نوع واحد من الخلايا، فعشان كده بنقول عليه سيمبل تيشو. النسيج الثالث اللي هو بنقول عليه سبورتنج تيشو، والنسيج الثالث ده سبورتنج يعني ده مختص بقى بتدعيم النبات، يعني بتقويه النبات. السبورتنج تيشو عندي منها انواع، ما عندي الكولينكما، وعندي اللي هي رقم A وهي خدت هنا رقم A، وعندي السكلارينكما اللي هي تاخد رقم B. الكولينكما تيشو نسيج بنقول عليه بيعمل سبورت للنبات. الانسجه دي لازم تكون او بتكون مغلظه، ما بيكونش بقى الجدار بتاعها سين وول او لا سين سيروزيك وول، لا دي بتكون الجدار بتاعها سيك، يعني او بينها وبين بعضها برضو في تغليظ زي الكولينكما. الكولينكما ليفينج تيشو، هي ليفينج، اتكلمنا برضو قبل كده على الفاندامنتال والجراوند قلنا انها ليفينج، خلاص لغايه دلوقتي احنا بنتكلم على ليفينج تيشو كومبوزد اوف مور اور ليس الونجيتد سيل ويز انفينلي سيكنيد برايمري وول يوجوالي سيلوزيك. الكولينكما فانكشن از سبورتنج تيشو ان يونج جروينج اورجان اند ان هيربيشيس بلانت. غالبا الكولينكما دي بتعمل سبورت للنباتات الصغيره وبتعمل سبورت للهيربيشيس بلانت حتى بيقول لي ان ماتور اورجان. طيب الكولينكما ديفلوب فروم الونجيتد ميريستماتيك سيل اللي هي عباره عن البروكامبيوم اور بيقول لي فروم الجراوند ميريستيم، ده منشا البارينكما. كولينكما از بلاستيك and it stretches irreversibly with the growth of the organ in which it occurs. يعني الكولينكما مش خليه جامده، مش خليه ثابته وجامده، لا هي بيحصل فيها ستريتش، يعني ممكن تكبر الخليه دي، ممكن تكبر ومع الجروث بتاع النبات. كولينكما may contain chloroplast، احتمال او ممكن تحتوي على الكلوروبلاست. implant exposed when the wall of كولينكما cell become thicker. لو الجدار، لو النبات اللي عندي نبات عادي فنلاقي الجدار بتاع الكولينكما ليه سمك طبعا لكن مش تخين قوي، لكن لو النبات ده متعرض لرياح فنلاقي الكولينكما الجدار بتاعها بقى اسمك. In certain condition كولينكما cell may again become rhizomatic. في حالات طبعا نادره تستعيد قدرتها مره ثانيه على الانقسام، لكن الخلايا اللي تستعيد قدرتها على الانقسام تتحول لخلايا مرسمية بشكل مش مفهوش صعوبه اللي هي البارينكما مثلا. كولينكما may occur in stems, leaves, floral part, fruit and also in roots if they are exposed to light. يبقى الكولينكما موجوده في الستمز، موجوده في الليفز، موجوده في الفلورال بارت، في الفروتس، موجوده في الجذور امتى؟ لو الجذر ده exposed to light يعني موجود بره التربه، لكن لو الجذر ده موجود جوه التربه مش هلاقي فيه كولينكما. الكولينكما is absent in most monocotyledons plant. المونوكوتوليدونز بلانت ما فيهاش كولينكما، يبقى النباتات الدايكوت هي اللي فيها كولينكما، اما المونوكوت بلانت ما فيهاش كولينكما تيشو. الكولينكما يوجوالي فورم immediately below the epidermis، غالبا بنلاقيها تحت البشره، لو جينا خدنا قطع في الورقه نلاقيها تحت البشره، لو جينا خدنا قطع في الستم بنلاقيها على طول تحت البشره. But in certain cases one or more layer of parenchyma occur between the كولينكما and the epidermis. طبعا ده على حسب القطاع اللي احنا بنشتغل فيه، في بعض الاحيان او في غالبيه الاحيان بنلاقي دايما الخلايا البارينكما تحت الابيدرمز، لكن بيقول لي ممكن تحت الابيدرمز الاقي صف ولا صفين من البارينكما وبعدين الاقي الكولينكما. In stems the كولينكما may occur as a complete cylinder. لما نيجي نشوف السيقان واحنا خدنا طبعا المفروض ان احنا خدنا السيقان بنلاقي الكولينكما سيل دي اما عامله كومبليت رينج تحت البشره، عامله حلقه كامله تحت البشره من خلايا كولينكما، يا اما بنلاقيها عباره عن جروب يعني باتشز كده حبه وبعدين الاقي شويه وبعدين الاقي بارينكما وبعدين الاقي شويه كولينكما شويه بارينكما شويه كولينكما، يعني الاقيهم عباره عن تجمعات منفصل عن بعضها البعض. يبقى في السيقان يا اما الاقي خلايا الكولينكما دي عامله لي حلقه كامله تحت البشره،
يا اما الاقي خلايا الكولينكما دي عامله تجمعات بالتبادل مع انواع تانية من الخلايا زي البارينكما او زي الكلورينكما. ده بالنسبه للسيقان. بالنسبه بقى للورقه، الكولينكما دي بيقول لي موجوده اون وان اور بوث سايد، يعني الاقيها فوق تحت البشره العليا الاقي فيه كولينكما، يا اما الاقي تحت طبعا البشره العليا والبشره السفلى، تحت البشره دي والبشره دي هلاقي خلايا كولينكما من تحت وخلايا كولينكما فوق. بيقول لي اوف ذا فينز اند الونج ذا المارجن اوف ذا بليد. Structure and arrangement of collenchyma cell. طب تركيبها وترتيب الخلايا كده، اشكال الترتيبات بتاعت الخلايا، الخلايا دي بتبقى عامله ترتيب بشكل معين، والترتيب ده ليه اشكال، يعني مش شكل واحد، لا بنلاقيهم حوالي اربع اشكال من الكولينكما. الكولينكما سيل may be short prism and resemble the night pouring parenchyma cell or long، يعني ممكن تكون ده بقى في القطاع الطولي، هي يا اما short prism يا اما long with tapering end but all intermediate shapes and size occur according to type of wall، حسب بقى نوع الجدار thickening، يعني نوع تغليظ الجدار. احنا بنقسم هنا الكولينكما على حسب التغليظ اللي على الجدران بتاعت الخلايا دي شكلها ايه. بنقسمها لفور مين تايب، اربع انواع اساسيه من الكولينكما هاف بين distinguished. اول شكل عندنا او اول نوع عندنا من الخلايا الكولينكما، واحنا بنقول هنا قسمنا الخلايا الكولانشيميه دي على حسب يعني شكل التغليظ اللي متكون على الجدر بتاعت الخلايا. عندي اول حاجه اللي هي الانجولار. الانجولار كولينكما ان ويتش ذا ثيكنينج اوف ذا سيل وول از لونجيتودينال ان ذا انجل، يعني نلاقي التغليظ هنا اللي بين الخلايا وبعضها موجود في الزوايا بتاعت الخليه. ان كروس سيكشن، ده لو كنت باخد قطاع طولي. طب لو كنت باخد قطاع بالعرض، وده اللي دايما احنا بنشوفه تحت الميكروسكوب، these thickening are seen to be in those places where three or more cell meet. انا عندي ثلاث خلايا او اكتر من ثلاث خلايا تكونوا، هنلاقي بينهم وبين بعضهم في الزوايا اللي بينهم وبين بعض متكون عندي تغليظ من ماده السيلوز. الشكل ده او الشكلين اللي قدامنا دول بنقول على النوع ده من الخلايا الكولانشيميه او الكولينكما، نقول عليها التغليظ هنا انجولار، او اقول التايب اوف كولينكما انجولار كولينكما. النوع الثاني نفس الكلام، هنا في الرسمتين اللي فوق نفس الكلام برضو، التغليظ هنا في الزوايا اللي بين الخلايا، الشكل اللي هنا برضو واضح في الزوايا اللي بين الخلايا. النوع الشكلين دول برضو بنقول عليهم انجولار. طيب النوع الثاني من خلايا الكولانشيميه اللي هو اللاملر، اللاملر كولينكما ان ويتش ثيكنينج ار مينلي اون ذا تانجنشال وول اوف ذا سيل، التانجنشال وولز اوف ذا سيل، اللي هي بنقول عليها ايه بقى؟ اللي هي الجدر القطريه، اللي هي الجدر القطريه. لو احنا شفنا نلاقي ايه؟ نلاقي ادي البشره مثلا في الرسمه اللي هي على ايدنا الشمال دي، نلاقي صف من خلايا البشره وطبعا عليها كيوتين، بس بنقول عليه ثين كيوتين، وبعدين بعد كده تبتدي خلايا الكولانشيميه اللي هي الكولينكما، كولينكما تيشو، نلاقي صف من الخلايا وبعدين وراه صف تاني، لكن نشوف ايه التغليظ بين الصف الاولاني والصف التاني، التغليظ كبير اعلى شويه من التغليظ بين الخليه واللي جنبها. يبقى انا كده عندي التغليظ على التانجنشال وول كتير، التغليظ كتير. ده يبان كمان اكتر لو نزلنا تحت شويه في اللون المحمر ده، نلاقي التانجنشال وول اللي هو بين الصف والتاني تغليظ فيه اكتر من الريديال وول، يعني من الايه؟ من الجدر اللي هي ايه؟ القطريه. ده باين واضح في الرسمه اللي هي على اليمين، نلاقي صف اللي هو لونه ابيض ده، دي عباره عن الخلايا، نشوف الصف اللي وراه لا في تغليظ كبير بين الصف اللي فوق والصف اللي تحت. التغليظ ده بنقول عليه موجود على التانجنشال وول طبعا اكتر من التغليظ اللي بين الخليه واللي جنبها، اللي بين الخليه واللي جنبها الجدار ده بنقول عليه الريديال وول. يبقى في الشكل ده كده بنقول على النوع ده من الخلايا الكولانشيميه لاميلار. الشكل الثالث اللي هو اللاكينر كولينكما in which the thickenings appear in those part of the cell wall which face intercellular spaces. Some of these intercellular spaces could be seen. هنا ده زي الانجولر،
لكن بنلاقي اولا لو انا عندي، خلينا كده على الرسمه اللي على يدنا اليمين، لو احنا عندنا خليه، الخليه وعندنا ثلاث خلايا، تخيلوا ان احنا عندنا دي خليه 2 3، الثلاث خلايا دول بيقول لي هنا التغليظ بيتكون عند الجدار اللي بيقول لي مواجه للفراغ. يبقى هنا التغليظ بيتكون عند الجدار اللي طبعا بين الثلاث خلايا في الاول كده عندنا فراغ. التغليظ هنا بيتكون عند الجدار المواجه للفراغ، فيتكون في الجزء ده تغليظ، وبالنسبه للخليه الثانيه المواجه للفراغ، وبالنسبه للخليه الثالثه المواجه للفراغ، فيديني زي مثلث في النص كده، ده زي الانجولر. لكن ممكن المثلث ده مش كله يتملي بالتغليظ اللي هو السيلوز، يسيب فراغ، يسيب فراغ اللي هو اللون الابيض هنا او اللون الاسود اللي هو موجود في الصوره اللي جنبها، في زي مربعات صوره صغيره، دي عباره عن انترسيلولر سبيس. يبقى انا عندي هنا بالنسبه لللاكينر ده الكولينكما السيكننج ابير ان ذوز بارت اوف ذا سيل وول ويتش فيس انترسيلولر سبيسز، وبنلاقي في انترسيلولر سبيس ممكن اشوفها في هذه التغلظات او في الاماكن اللي فيها تغليظ دي ممكن الاقي فيها انترسيلولر سبيس، والنوع ده من التغليظ بنقول عليه او النوع ده من الكولينكما بقول عليه لاكيونار كولينكما. النوع الرابع اللي هو الانيولر كولينكما ان ويتش ذا سيل ليومن السيركولر، غالبا بنلاقي شكل الخليه كده بقى دائري بالظبط مدور اور اولموست سو ان كروس سيكشن ان سام دايكوتوليدون الكولينكما مي بيكم سكاليريفايد السيلوزيك وول بيكم امبريجيتد ويز لينين. ده طبعا دي جمله ثانيه، لكن انا بتكلم على الشكل هنا بتاع الانيولر، بنلاقي الخلايا مدوره سيركولر بالشكل ده. التغليظ بتاع الخلايا الكولينكما من النوع ده بيتكون حلقي. حلقي يعني ايه؟ كاني انا الخليه بتكون حوالين الجدار بتاعها بشكل منتظم تغليظ في كل، يعني كاني ماشيه دواير 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 كده حوالين الخليه، فتبان لي في النهايه الخليه بشكل مدور. والنوع ده من التغليظ بنقول عليه انيولر، يعني التغليظ الحلقي ده، وده اللي وبالتالي الشكل ده من الخلايا الكولانشيميه بنقول عليها انيولر كولينكما. بيقول لي في الخلايا اللي هي في بعض الدايكوتريدونز او الدايكوت بلانت الكولينكما دي ممكن تتحول الى خلايا يعني ليها تغليظ من اللينين، يبقى السيلوزيك وول هنا بيبقى امبريجيتد مع اللينين، ونقول على الخلايا هنا حصل لها سكاليريفايت. ده اول نوع من الخلايا بتعمل سبورت للنبات اللي هي الكولينكما. يبقى انا عندي السبورتنج تيشو عندي نوعين، عندي الكولينكما النوع الثاني اللي هو بي اللي هيبقى عليها سكالارينكما، يبقى ايه النوع اللي هو رقم ايه اللي هو الكولينكما، النوع اللي هو بي بنقول عليه اللي هو السكالارينكما. طب ايه الفرق بقى بين الاثنين؟ الاثنين طبعا هم سبورتنج تيشو، الاثنين بيعملوا تدعيم للنبات. السكالارينكما از تيشو كومبوزد اوف سيلز ويز سيكند سكندري وول، هنا الجدر هنا المكونه للخلايا السكالارينشيميه بنقول عليها جدر ثانويه mainly lignified and may not، غالبا بتكون lignified. الجدر اللي مكونه الخلايا اللي هي الكولينكما هي primary wall وبنقول عليها cellulosic، ما كانتش lignified. هنا بقى الخلايا دي بنقول الجدار بتاعها اتغلظ بتغليظ ثانوي secondary wall، والماده اللي مغلظه للجدر هنا بتبقى غالبا بتبقى lignified. they are dead cell at maturity، فلما لما الخليه دي بيحصل لها maturation بتبقى dead. لكن قبل كده كنا بنتكلم على انواع الانسجه اللي قبل كده كانت عباره عن ليفنج طبعا ليفنج تيشو، اما هنا النسيج هنا بيقول لي ات ماتيورتي بيبقى ديد. برنسبل فانكشن از سبورت اند سام تايمز بروتكشن، وظيفته سبورت وبروتكشن. جنرالي سكلارينكما ديفايدد انتو، السكلارينكما دي بقى بنقسمها لحاجتين، احنا اتكلمنا على ده النسيج الثاني اللي بيعمل سبورت للنبات وهو مختلف عن النسيج الاولاني اللي هو الكولينكما تيشو، في طبعا في الجدار بتاعه وتركيب والتغليظ اللي بيغلظ الجدار. هنا السكلارينكما بتتكون من حاجتين بقى، هي عباره عن الفايبر والسكلرايد. يبقى السكلارينكما بنقسمها الفايبر والسكلرايد، اكيد في فرق بين الاثنين، هو بس هما الاثنين سكلارينكما. الفايبر ار يوجوالي ديفايند از لونج سيل والسكلرايد شورت سيل، الفايبر خلايا طويله السكلرايد خلايا قصيره، هما الاثنين سكلارينكما. سكلرايد ديفلوب فروم برينكما سيل، ده منشا السكلرايد.
جايه من البارينكيماسيل هوز وول بيكم سكندري سكند وير از الفايبر ديفلوب فروم اما الفايبر لا ديفلوب فروم ميريستماتيك سيل اند سو ذي ار ديترمايند فروم ذير اوريجين بيجي من البروكامبيوم او الكامبيوم او الجراوند ميريستيم اند ايفن فروم بروتوديرم. يبقى في فرق هنا بين الاثنين. احنا قلنا فرقين، قلنا الفايبر هي خلايا طويله والسكلرايد خلايا قصيره. قلنا السكلرايد منشأها من البارينكيما سيل اللي الجدار بتاعها بيتغلظ بتغليظ ثانوي، اما الفايبر لا، الفايبر ده منشأه جنيني، بنقول جاي من الميريستماتيك سيلز اللي هي ممكن تكون بقى بروكامبيوم كامبيوم جراوند ميريستيم او بروتوديرم. ادي الفايبر هنا، دي صوره للفايبر. هنا الفايبر بنقول عليه طبعا الجدار بتاعه سميك ليجنيفايد وول، زي ما انتم شايفين الفرق بين اليومن بتاعت الخليه وبين الجدار اللي بره كبيره، سمك كبير كده، ده عباره عن تغليظ من اللجنين، وده طبعا الفايبر في القطاع الطولي. الفايبر استنال زايلري فايبر واكسترا زايلري فايبر. طيب نيجي نشوف الزايلري فايبر. الزايلري فايبر ده بيمثل لي لارج بارت من الزايلم and they develop from the same meristematic tissue as do the other xylem element. هو بيمثل جزء كبير جدا من الخلايا الخشب، يعني لما اجي اتكلم على الخشب دايما هلاقي معاه فايبر، وبيقول لي والمنشأ بتاع الفايبر ده اللي هو زي الفايبر جاي من نفس الخلايا المرستميه اللي طلع منها بقيه الاليمنتس بتاعت الزايلم، لان احنا قلنا ان الفايبر هنا منشأه مرستماتيك. الزايلري فايبر ار تو مين تايب. الزايلري فايبر ده اللي هو الفايبر اللي موجود مع الخشب ده بيبقى عباره برضو عن نوعين، عندي نوع بنقول عليه ليبري فورم فايبر ونوع بنقول عليه فايبر تراكيت. ناخد بالنا بقى من الجزئيه دي، وانا بفضل يعني واحنا بنشتغل في الجزئيه دي ونعرف ايه الفرق بين انواع الزايلري فايبر، نبقى عاملين جدول، نكتب كده جدول ونكتب ان احنا هنقسم الجدول ده لحاجتين، نكتب ليبري فورم فايبر في خانه ونكتب الفايبر تراكيت في خانه، ونحاول نكتب في كل خانه الصفات بتاعت الليبري فورم فايبر والفايبر تراكيت علشان واحنا بنذاكرهم يبقوا سهلين علينا. الليبري فورم فايبر ده بيقول لي زي الفلويم فايبر and they are usually longer than the تراكيت. يبقى هو دخل هنا مصطلح تاني اللي هو التراكيت. يبقى انا عندي حاجه اسمها ليبري فورم فايبر وحاجة اسمها فايبر تراكيد وحاجة بيتكلم عنها اسمها تراكيد. يبقى خلينا كده احنا نكتب نعمل الجدول ده من ثلاث حاجات، نعمله من ليبري فورم فايبر ده فايبر، وفايبر تراكيد ده فايبر، والتراكيد دي ده نسيج توصيلي بقى، ده حاجة تانية ده اسمها تراكيدز. يبقى ليبري فورم فايبر هنا زي الفلويم فايبر زي ار يوجوالي لونجر ذان ذا تراكيد. يبقى الليبري فورم فايبر ده أطول بيقول لي من التراكيد of the plant in which they occur. They usually have very thick wall and simple bit. يبقى ليه جدار تخين thick wall، يبقى دي صفة، والبيتس اللي موجودة عليه من نوع اللي هو simple bit. ده كل ده بيتكلم على الليبري فورم فايبر. الليبري فورم فايبر are narrow. يبقى احنا برضو لسه بنوصف في الليبري فورم فايبر. With tapering end and are polygonal in transection. لو انا جيت خط قطع بالعرض الاقي الليبري فورم فايبر دي بنقول عليها بوليجونال، يعني ايه؟ مضلعه، مضلعه زي ما انتم شايفين في الرسمه اللي قبل كده. ده بالنسبه للليبري فورم فايبر. يبقى دي الصفات هنكتبها في الخانه اللي احنا كتبنا فيها ليبري فورم فايبر. الخانه الثانيه اللي هي الفايبر تراكيد بيقول لي دي ار فورم انترميديت بتوين تراكيد اند ليبري فورم فايبر. دي تعتبر وسط، تعتبر وسطيه بين الليبري فورم فايبر اللي احنا اتكلمنا عليها وبين التراكيد. يبقى هو حاطط التراكيد هنا علشان احنا ناخد بالنا من الاطوال، لان احنا الانسجه دي اللي هي الليبري فورم فايبر والفايبر تراكيد والتراكيد لو احنا عملنا لهم قطاع بالطول بالعرض اسفه هنلاقيهم كلهم شبه بعض، كلهم بوليجونال وكلهم ليجنيفايد، لكن احنا بنعرف نفرق بينهم في القطاع في الاشكال الطوليه. يبقى الفايبر تراكيد انترميديت بتوين تراكيد اند ليبري فورم فايبر. Their wall are of medium thickness between that of tracheid and libriform fiber. يبقى كأن الجدار بتاعها بيقول لي هنا سمكه متوسط بين الليبريفورم فايبر وبين التراكيد. يبقى هي متوسطة في الطول بين الاثنين،
متوسطه في الثيكنس بتاع الوول بين الاثنين. البيت ان فايبر تراكيد ار بوردرد. هنا بقى في فرق مهم، ان البيت هنا اللي على الفايبر تراكيد بنقول عليها بوردرد بيت، but their chamber are smaller than those of تراكيد. التراكيد برضو هي بوردرد بيت، لكن بيقول لي بالنسبه للفايبر تراكيد الشامبر بتاعتها اصغر. وده وعشان كده قلنا نحط كل حاجه، نعمل جدول ونحط كل حاجه من دول في خانه ونبتدي نكتب التوصيف بتاع كل خانه ونذاكرهم من الجدول. In fiber tracheid, the inner bit opening of a bit bear are usually at right angle to each other. ده الصفه بتاعت الايه؟ بتاعت فتحه البيت نفسها. Another type of fiber present in secondary xylem of dicot is gelatinous or mucilaginous fiber. في نوع تاني بيقول لي، نوع تاني بقى مختلف تماما عن اللي احنا اتكلمنا عليه. الكلام اللي احنا بنتكلم عليه ده ان الفايبر اللي اتكلمنا عليها دي بنقول عليها ليجنيفايد فايبر، يعني الجدار بتاعها مغلظ بماده اللجنين. لكن بيقول لي عندنا انواع ثانيه من الفايبر الجدر بتاعتها مغلظه بماده السريلوز. Another type من الفايبر present في secondary xylem of dicot is the gelatinous او mucilaginous fiber. The innermost layer of the secondary wall of the gelatinous fiber contain الفايبر ده، النوع ده من الفايبر بيقول لي بيحتوي على ماده بنقول عليها الفا سيلولوز اند از بور ان لجنين، وهي ما فيهاش لجنين كتير، وفي الحاله دي بنسمي النوع ده من الفايبر سيلولوزيك فايبر. يبقى كان احنا النبات بتاعنا فيه نوعين من الفايبر، في الليجنيفايد فايبر اللي هو بقى منه الليبريفورم فايبر ومنه الفايبر تراكيد، وفي عندنا نوع ثاني من الفايبر وطبعا ده الجدار بتاعه زي ما قلنا ليجنيفايد. في نوع تاني من الفايبر اللي هو بنقول عليه السيلوزيك فايبر، وده الجدار عباره عن الفا سيلولوز، ماده الالفا سيلولوز وما فيهوش ماده لجنين كتير وبنسميه سيلوزيك فايبر. يبقى على حسب التغليف عندنا ليجنيفايد فايبر وعندنا السيلوزيك فايبر. طب الكلام ده كله بتكلم على، كنت بتكلم على الزايلري فايبر اللي هي الالياف المتواجده بجانب الخشب. عندنا بقى النوع الثاني بنقول عليه اكسترا زايلري فايبر، يعني فايبر بس موجوده بعيد بقى عن الخشب. بيقول لي هنا اوكير elsewhere in the plant other than among the xylem element، اي حته ثانيه. الاكسترا زايلري فايبر may be grouped as follows، ممكن تكون مجاميع، ممكن تكون مجاميع مع الفلويم بنقول عليها فلويم فايبر، ودي اوريجينيت ان برايمري اور سكندري فلويم. ممكن تكون موجوده في الكورتكس وبنقول عليها كورتيكال فايبر. ممكن تكون مجاميع موجوده بري فاسكولار فايبر، يعني بره الحزم الوعيه، لوكيتد في البريفري اوف فاسكولار سلندر او فاسكولار باندل، بره الحزمه الوعيه. يبقى الثلاثه الحاجات اللي احنا قلنا عليها دي اللي هي الفلويم فايبر، الكورتيكال فايبر، البري فاسكولار فايبر، دول بره الزايلم، فبنسمي النوع ده على حسب بقى مكانه زي ما انتم شايفين كده اكسترا زايلري فايبر. ده اول حاجه في الخلايا السكلارينكما. يبقى السكلارينكما احنا من البدايه كده نراجع تاني مع بعض، احنا قسمنا السكلارينكما دي الى فايبر وسكلرايد. احنا كده خلصنا الفايبر وانواعه واشكاله واتكلمنا عنه. هنتكلم على رقم بي في الخلايا السكلارينكما اللي هي السكلرايد. السكلرايد اللي احنا قلنا عليها انها شورت، ولما كنا بنقارن بينها وبين الفايبر اللي احنا قلنا عليها لونج سيل دي قلنا عليها شورت. كمان قلنا فرق تاني ان الفايبر قلنا عليه اوريجينيت من المراسماتيك سيلز، اما السكلرايد دي قلنا لا دي خلايا بتبقى بارينكما وتحولت الى السكلرايد. سكلرايد اوكير ان ماني ديفرنت بليسز ان ذا بلانت بودي ساتش از ستيمز ليفز فروتس اند ايفن ان ذا فروت اوف سام بلانت، بنلاقيها دي اماكن وجودها. زي ار كلاسيفايد انتو فايف تايب، بنقسمها الى خمس انواع. يبقى السكلرايدز دي ليها خمس انواع. اول حاجه اللي هي براكي سكلرايد او بنقول عليها الستون سيل، وده الرسم اللي قدامنا مره متصوره ومره مرسومه. which are most more or less isodiometric، نلاقي الخلايا تقريبا مش طويله مش elongated بنقول عليها في الحاله دي ده مش elongated يبقى بنقول عليها isodiometric، الاضلاع بتاعتها متقاربه كده. براكي سكلرايد هاف برانشيد كانال، لو احنا جينا شفنا الرسمه اللي على اليمين نلاقي الخليه نفسها ليها قناه متفرعه بنقول عليها برانشيد كانال. آه
برانشد كانال بيتس اند فيري ريدوسد اليومن. نلاقي اليومن اللي هي الفجوه نفسها بتاعت الخليه بقت ضيقه جدا، لان الخليه اصبحت مغلظه بتغليظ سميك جدا من ماده اللينين، هي مغلظه بماده اللينين، فيبقى عندي الفتحه او الفجوه بتاعت الخليه بقت صغيره ضيقه، عندي التغليظ كبير جدا، عندي في وسط التغليظ ده في قنوات كده او في فتحات اللي بنقول عليها برانشد كانال بيتس، في فتحات بالشكل ده، والجدار بتاعي بقول عليه ليجنيفايد وول. دي ده الشكل اللي بنقول عليه براكي سكلرايت او بنقول عليه ستون سيل، اللي هو ماكرو سكلرايت. ماكرو سكلرايت ويتش ار رود شيب، نلاقي الخليه بقت ملجننه والجدار بتاعها بقى طبعا مغلظه يعني مادة الجليل، وجدار تخين جدا، والخليه دي بنقول على الخليه دي خليه جامده جدا لانها زي ما شايفين معظم الجدار بتاعها مغلظ، لكن شكلها رود، فبنسمي النوع ده ماكرو سكلرايت. الشكل الثالث اللي هو اوستيو سكلرايد ويتش ار بون شيبد، نلاقي الشكل بتاع الخلايا اللي هي السكلرايد هنا زي العظمه زي ما احنا شايفين بالشكل ده، بنقول عليها اوستيو سكلرايد. استرو سكلرايد ويتش ار فيريوسلي برانشت، ليها تفرعات مختلفه زي ما احنا شايفين كده متنوعه، اند اوفن ستار شيب، نلاقي في الاخر الخليه اصبحت زي شكل النجمه والجدار بتاعها طبعا كله مغلظ بماده الجنين. فدي نوع من ده شكل من اشكال الخلايا السكلرايد بنسميها استرو سكلرايد. الشكل الخامس والاخير اللي هو الترايكو سكلرايد ويتش ار فيري الونجيتد، ترايكو جايه من شعر شعره، ده الخليه طويله لكن طبعا مغلظه تغليظ سميك بماده اللجنين، تاخد شكل بقى مختلف عن الاشكال اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده، فبنقول عليها very elongated and hair like. الشكل ده او النوع ده من السكلرايد بقول عليه اللي هو الترايكو سكلرايد. بالنسبه للمنشأ بتاع الخلايا دي بيقول تيبيكال البراكي سكلرايد ديفلوب فروم برينك مسل باي سكندري ثيكنينج اوف ذا سيل وول which is very thick. ده المنشأ بتاع الخلايا السكلرايد، وخاصة لما بتكلم على البراكي سكلرايد هي أصلا جاية من خلايا برانشمية الجدر بتاعها اتغلظت بمادة اللجنين وأصبحت وكونت لي السكلرايد. كده يبقى احنا خلصنا المحاضرة الأولى أو محاضرة وأكتر، طبعا احنا تقريبا داخلين كده على قرب نهاية التاني محاضرة. ان شاء الله تكونوا فهمتوا مع الظروف اللي احنا فيها دي، طبعا احنا دايما كنا في الشرح بنحاول نرسم على السبوره ونشرح على السبوره، لكن ان شاء الله تكون المعلومه وصلتكم. لو في اي حد عنده سؤال او استفسار يتواصل معايا، هنشوف بطريقه او باخرى، اكيد دكتور محمد مكلمكم على طريقه التواصل يعني ازاي لان هو اللي ماسك الجروب، وإن شاء الله بإذن الله الأمور تمشي وتعدي على خير، ولنا جميعا الصحة والسلامة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.